بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كان في خطاب لأمير قطر الشيخ تميم في افتتاح دورة العادية السنوية لمجلس الشورى، وتكلم ولأول مرة سمو أمير قطر يفضح المؤامرات المحاكة ضد قطر بسبب أنها ستنظم بطولة كأس العالم بإذن الله سبحانه وتعالى الشهر القادم. شوفوا معي إخواني الكرام، أنا قطعت هذه الجزئية، شوفوا إيش قال سمو أمير قطر وراح أرجع أعلق على الموضوع. الأخوة والأخوات، منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، وقد تعاملنا مع الأمر بداية بحسن نية، بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير، ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءل للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة. سمعتم معي أعزائي المشاهدين، والله إخواني الكرام فعلا هذه البطولة كشفت الوجه الأسود الحقير الحقود الحسود للغرب اللي فعلا يكره شيء اسمه مسلم ويكره شيء اسمه عربي. وكذلك هذه البطولة فضحت أن هناك ناس يقولون عن أنفسهم مسلمين ويسمون أنفسهم أشقاء. فعلا هذه البطولة اكشفت أن هذول ناس فعلا فيهم غل وحقد وحسد على أخوه المسلم. إخواني الكرام، يعني هذه البطولة فضحت وكشفت هذه الأقنعة القذرة اللي كثير من الناس حاطينها ويمثلون الشرف والبراءة. طبعا أنا أقول لكم في 2011، تخيلوا في 2011 البي بي سي سوت حلقة تتكلم، وكان تتكلم عن تنظيم قطر، وكان من ضمن الأسئلة هل قطر ستسمح للمثليين بدخول أراضيها؟ أنا أستحلفكم بالله هاتوا لي نسخة من البطولات اللي صارت من أعتقد 1929 أو 30 في الأوروغواي إلى الآن، حد فتح ملف مثليين ولا فتح ملف خمر ولا كل ساعة طالعين لي بمرة قالوا والله آلاف القتلى، ومرة قالوا رشاوة، قطر فازت بالرشاوة، وفتحوا ملفات وكل يوم إخواني الكرام يفتحون ملف وكل يوم يناقشون حقوق وحقوق وحقوق. إخواني الكرام هناك دول والله ملفها أسود مثل روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، ملفات سوداء ما حد تكلم ولا حد جاب طاري ولا ولا ولا، إلا سبحان الله لما جاءت قطر تنظم هذه البطولة طلعت هذه الإشاعات وهالكلام وهالتلفيقات وهالكذب. هل تعلمون إخواني الكرام إن هناك الملايين الملايين مئات الملايين دفعت من الدولارات من قبل للأسف دول عربية بهدف سحب الملف؟ اشتروا ناس كانوا يشترون ذمم صحفيين، منصات اشتريت، ناس فعلا خمة موجودين حوالينا يقول عن نفسه مسلم وهو أكثر كاره وحاقد لك. الآن أنا الآن متأكد أن في ناس راح تكتب في التعليقات، إخواني الكرام قبل ما أكلمكم عن التعليقات، للأسف في ناس مسلمين، أنا إخواني الكرام الحمد لله رب العالمين يعني وصلت من الخبرة، بس مجرد أشوف التعليق أعرف أن هذا صهيوني يريد نشر الفتن أو أن هذا لا هذا عربي ومسلم. للأسف مسلمين تعليق أنا عارفه يقول لك يا رب قنبلة تنزل على قطر لأجل أنها ما تنظم كأس العالم. إيش الحقد؟ إيش الحقد إخواني الكرام؟ واحد يقول لك يا رب روسيا تقصف قطر، يا رب زلزال يحدث. ليش؟ ليش اتقوا الله يا ناس؟ أنا أدري أن الآن أيضا في واحد يقول لك يبا كورة وطز وما أدري، أنا أكثر واحد منكم أقول لكم أنا أكره الكورة ولا أهتم للكورة وأكره صرف الفلوس على الكورة، أنا معاكم. لكن لما يوصل الموضوع
أن يكون حرب بالباطل وشرسة وعنصرية وحقد وحسد، لا وألف لا، أنا أقف مع بلادي وأقف مع المسلمين. لما عرف أن السالفة كيدية، لا والله أنا أقف مع بلادي. فالموضوع أخواني الكرام أرجوكم نفهم، ترى أنا مش طالع أدافع ولا طالع، لا، إحنا المسلمين لمتى بنتم الطوفة الهبيطة؟ الطوفة الهبيطة، إحنا نقول طوفة يعني حيطة، إلى متى سنظل الحيطة الهبيطة كلنا يدوس علينا وكلنا يلعب؟ أنا أقول لكم والله إذا ظليتوا بهالسلبية سيأتي اليوم إن حتى في الروضة راح يفرضون عليكم يا مسلمين تعليم المثلية في الروضة. لعلمكم أخواني الكرام، وأنا في 2010 يعني اليوم اللي أعلن فيه فوز قطر، ما كان في أي كلام عن خمر ولا كان عن مثلية ولا عن حقوق عمال، وليش طلعت هالملفات يا أخي؟ هذه كورة، حتى الفيفا لم تشترط على قطر بيع خمور ولا إدخال مثلية، هذه كلها ملفات الآن قاعد يثيرونها. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الأمور يعني قطر نظمت قطر الأسياد تعتبر من أكبر البطولات في العالم في 2006، حج الطاري خمر وويسكي ومثلية. قطر نظمت بطولات عالمية، نظمت بطولة كأس العالم لكرة اليد، ونظمت واستضافت أعتقد النهائي كأس العالم للشباب لكرة، إيش كثر بطولات قطر كانوا يسمونها عاصمة الرياضة الدوحة، هذه بطولات تنس وبطولات، ما حد جاب طاري مثلية ولا كان في بيع خمور ولا كان في حاجة غير حتى كأس العرب. لكن الآن معروف إخواني الكرام، هذه كلها مؤامرات وفتن. وإلى أمس من يومين موضوع اليمن، واحد مذري اثنين نقول مثلا رفضت تذكرته، راحوا قوموا الدنيا وناس تأجج وتدفع فلوس حق مرتزقة وتبي تسوي فتن ما بين قطر وما بين اليمن، ومرة فتن مع لا حول ولا قوة إلا بالله. فأخواني الكرام لا أريد أن أطيل في الموضوع، الموضوع واضح، أن كل ما تسمعونه وكل ما تشوفونه والله حقدا وحسدا. أنا أقول لك أخي العزيز اللي تشوفني الآن، إذا الله قدر لك تأتي وتزور قطر، والله أنا أقولها أن قطر تحولت إلى دولة أعرق من كثير من الدول الأوروبية. تعالوا شوف، لا أنا ما أقول لك يا حبيبي، أنا ما أطبل ولا زمر، أنا كإنسان مسلم أفرح لما أشوف بلد مسلمة تزدهر بهذه الطريقة. وكلكم تعرفون أني أنا سويت مقاطع عن جميع الدول الإسلامية، أفرح لما أشوف والله مناطق حلوة في المغرب، في الجزائر، في مصر، في تونس. وأنتم تعلمون أني أنا سويت 23 حلقة عن جمال الدول الإسلامية. يجي واحد يقول لك والله أنت تطبل وتتزمر، أنا كل دولة مسلمة فيها خير أنا أطبل لها. بلادي يا أخي، أنتوا المسلمين، إحنا نحبكم، إحنا نبي الإعمار ونبي الرقي ونبي التطور والحضارة يكون عندنا في كل بلاد المسلمين، ونحارب من يفسد في بلاد المسلمين. فأنا لما أشوف بلادي قطر صارت من الدول المتقدمة في العالم ما أفرح؟ أنت أخوي المسلم ما تفرح حق أخوك المسلم؟ إحنا إخواني الكرام نحزن إذا أخونا المسلم حزن، ونفرح إذا أخونا المسلم يفرح. فأنا أقول لكم قبل ما أختم، الموضوع مش موضوع كورة، أنا ضد الكورة، لكن لما يكون الموضوع عنصرية وحقد وحسد وكراهية، مثل هذول الدنماركيين يقول لك احنا ما بنحط الشعارات، انتوا دولة قتلتوا الآلاف، كذب، طز فيكم عنكم ما حطيتوا الشعارات. وفرنسا في عدة مناطق يقول لك احنا سنقاطع، ما راح نحط الشاشة الكبيرة، طز فيكم يا أخي لا تتابعون. الله سبحانه وتعالى يا رب يخزيكم، إن شاء الله المنتخب الفرنسي في الدور الأول يطلع ويذل ويسحب ذيول الخزي والعار والهزيمة. فعلا حقد إخوان الكرام، أرجوكم فكروا في الموضوع. ترى أخوكم عبد العزيز أنا لا أهتم للكورة ولا أهتم، لكن لا، سلفة مبدأ، إذا اليوم يحاربك عشان حقدا وحسد عشان بطولة، بكرة والله راح يدخل. أنا أقولك أنت يا شاب إذا تشوفني بكرة يقولك والله يك الغربي هذا إذا سكت عنه بيقولك طلق زوجتك، بيقول لك والله انتوا المسلمين تتزوجون، بكره بيقول لك والله غير القران، بكره وهكذا. الى متى السكوت؟ الى متى احنا مذلولين؟ وللاسف انا اقول لكم اللي حزف نفسك ان كل
دول الإسلامية، وأنا تحديت مرة أنتم تبون قطر ما تبيع خمر، أنا مستعد أكلم مسؤولين. تبون قطر والله تتحدى العالم، أنتم 60 دولة مسلمة تضامنوا مع قطر، حد تضامن؟ حد قال والله إحنا على الأقل بيان واحد يقول إحنا نستنكر الحرب الشرسة على قطر، حد طلع واستنكر؟ أنتم تركين قطر بروحها مسكينة وكلن قاعد. وللأسف المسلمين للدول، في دول وفي ناس وفي إعلاميين وفي أنجاس قاعدين يخذون النار ضد قطر لأجل أنه يسحب هذا الملف. حسبي الله ونعم الوكيل. أتمنى الرسالة تكون وصلت.